طيب الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذه التغطية الحية المستمرة للتطورات التي أعقبت إعلان قائد فاغنر التمرد على موسكو. طلب رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين من السكان عدم القيام برحلات في أنحاء المدينة قدر الإمكان نظرا لإعلان عملية لمكافحة الإرهاب، قائلا إن الوضع صعب. وأضاف سوبيانين في بيان أن يوم الاثنين سيكون عطلة من العمل مع بعض الاستثناءات، وذلك من أجل تقليل المخاطر. كما أعلن حاكم منطقة كالوغا الواقعة قرب موسكو فرض قيود على حركة المركبات الخاصة بالمنطقة. يأتي ذلك في وقت تشن فيه مجموعة فاغنر المسلحة تمردا على القيادة العسكرية وتتجه نحو العاصمة. وكانت سلطات ليبيتسك أعلنت أن مقاتلين من مجموعة فاغنر تقدموا باتجاه العاصمة الروسية موسكو. وقال حاكم ليبيتسك إيغور أرتامونوف إن سلطات المنطقة تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السكان وأن الوضع تحت السيطرة، في حين قام الجيش الروسي بعمل تحصينات في محيط العاصمة الروسية موسكو تحسبا لأي هجوم إرهابي. الآن ينضم إلينا من موسكو حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية. حسين، يعني هذه التطورات وهذا السيناريو الذي يصفه الكثيرون بأنه سيناريو مجنون، ما الذي يحدث الآن خصوصا في إطار الإشارة إلى ما صرح به عمدة موسكو من أن يوم غد هو يوم إجازة والتقليل من حركة المواطنين وما إلى ذلك، بما يعكس تخوفات كبيرة. في المقابل هناك أنباء تتحدث عن أن هذه القافلة المتحركة الآن باتجاه موسكو في طريق M4 في طريقها لضواحي موسكو، وبالتالي كيف تبدو الأوضاع في وسط موسكو حيث أنت موجود الآن؟ نعم ياسر، الأوضاع في موسكو هادئة نسبيا، لا يوجد أي توتر أو أي شيء غريب. فقط عند مداخل العاصمة موسكو وضعت الأجهزة الأمنية الروسية بعض الحواجز البلاستيكية بالإضافة إلى الحواجز الأسمنتية. أيضا هناك وجود عسكري مكثف لأجهزة الأمن الروسية عند مداخل العاصمة موسكو وخصوصا في الجزء الجنوبي للعاصمة. أيضا يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر في وقت سابق أكد على وصول قواته إلى ضواحي موسكو، لكن الأعداد التي تتحدث عنها وسائل الإعلام حول وصول 5000 مقاتل من مجموعة فاغنر إلى ضواحي موسكو، هذه الأعداد غير دقيقة نسبة إلى أن يفغيني بريغوجين لم يصور وأيضا لم يرسل أي فيديوهات تؤكد وصول عناصره إلى ضواحي موسكو. 5000 عنصر من مجموعة فاغنر ياسر يحتاجون إلى عدد كبير من المدرعات والآليات العسكرية لنقلهم. الفيديوهات التي نشرت تظهر فقط عدد قليل من الآليات العسكرية، لذلك العدد ليس بهذه الدقة التي تحدثت عنه وسائل الإعلام وهو 5000، العدد أقل بكثير من التي ذكرته وسائل الإعلام الأجنبية وأيضا العالمية. أيضا في موسكو ياسر هناك بعض التعزيزات الأمنية بالقرب من محطات المواصلات العامة بالإضافة إلى المنشآت الحكومية وسيما مبنى الدوما الروسي، إضافة أيضا إلى الكرملين والساحة الحمراء. في الوقت نفسه دعا ألكسندر دوغين الفيلسوف الروسي الشهير والتي يوصف على أنه مقرب من الكرملين، دعا وزير الدفاع سيرغي شيغو إلى لقاء قائد فاغنر يفغيني بريغوجين وحل الأزمة فيما بينهما من أجل تجنب أي حرب أهلية وأي مواجهة عسكرية. حسب تعبير دوغين فإن المواجهة العسكرية ستؤدي إلى تدهور الوضع الأمني في روسيا وأيضا ستذهب بالبلاد إلى منحى خطير جدا لا أحد يعلم نتائجه وإلى طبعا لا شك. لكن المهم هنا حسين ونحن معك نحاول أن نرصد ردود الأفعال على ما يحدث، ما الذي يعنيه إعلان عمدة موسكو بأن الوضع معقد وهذه الإجراءات التي أشرت
عليها وأشارت إليها الأخبار المتواترة من حيث تأمين الأماكن الحيوية. ألا يعني ذلك أن هناك تخوفات فعلا من وصول هذه القوات إلى هذه المناطق؟ بالفعل ياسر، كما ذكرت، يوجد تخوف من قبل الأجهزة الأمنية الروسية من وصول عناصر فاغنر إلى موسكو. ففي حال وصلت هذه العناصر إلى موسكو، عندها لن يعد هناك إمكانية للحديث عن حل سلمي للأزمة. نسبة الحل السلمي للأزمة في حال وصلت مجموعة فاغنر إلى موسكو سيكون ضئيل جدا، نسبته ستكون ضئيلة جدا، لأن موسكو هي العاصمة. وفي حال وصلت هذه القوات إلى العاصمة، عندها المواجهة العسكرية نسبتها ستكون مرتفعة جدا. لذلك عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أعلن بأن يوم الاثنين المقبل، أي بعد الغد، سيكون يوم عطلة رسمية. وأيضا أعرب سوبيانين أو أمل سوبيانين من سكان العاصمة بتخفيف التنقل في المدينة. وأيضا اعتبر سوبيانين على أنه يمكن منع مرور السيارات في بعض المناطق في العاصمة موسكو وضواحيها في الساعات المقبلة والأيام المقبلة في حال لم يتم حل الأزمة بين وزارة الدفاع وبين مجموعة فاغنر، ولا سيما قائد فاغنر يفغيني بريغوجين. نعم، الوضع جدا خطير في الأراضي الروسية ولا سيما في العاصمة موسكو. منذ قليل سمع الدوي إطلاق نار بالقرب من منطقة القيادة العسكرية الجنوبية في مدينة روستوف. الآن بدأنا نتحدث عن سماع دوي إطلاق نار في روستوف. هل يمكن أن تسمع رشقات نارية في العاصمة موسكو أو في ضواحيها؟ لا أحد يعلم، لكنه في حال بدأ تبادل إطلاق النار بين الأجهزة الأمنية الروسية وعناصر فاغنر، عندها سيكون السيناريو أو المشهد سيكون خطير جدا طبعاً. وهذا المشهد سيؤدي إلى بدء واندلاع حرب أهلية طيب. في روسيا، وهذا ما تخشاه السلطات الروسية حسين. وأيضا بالمقابل يخشاه الشعب الروسي. أعلم أنك على مدار الساعة يعني تتابع الأخبار ومنذ الصباح وأنت معنا على شاشة القاهرة الإخبارية، لكن لكل مشاهدين الذين ينضمون الآن حتى يمكن تلخيص ما حصل. نحن الآن منذ إعلان بريغوجين عن يعني هذه يعني التطورات والتوجه إلى موسكو والسيطرة على هذه الأماكن، خرج الرئيس الروسي ووصف ما يحدث بأنه طعن في الظهر وطعن من الداخل الروسي. ما هي التفاعلات التي حدثت منذ هذه اللحظة بعد هذه التصريحات من قبل مؤسسة الرئاسة وعلى لسان بوتين؟ ثم ما هي الأصوات التي تخرج من الدفاع الروسية؟ يعني على ما يبدو أنه هناك حذر شديد جدا في التصريحات من وزارة الدفاع الروسية. بالفعل ياسر، هناك شح في المعلومات من قبل الدفاع الروسية، وهذا يعود إلى خشية وزارة الدفاع وخشية السلطات الروسية من حدوث مواجهة عسكرية مع عناصر فاغنر، خشية وقوع حرب أهلية داخل روسيا، ولا سيما أن روسيا تواصل عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا وتواجه الغرب على حد تعبير السلطات الروسية. بالنسبة للإجراءات التي أعلن عنها بوتين والبيان التي أو الكلمة التي ألقاها بوتين صباح اليوم التي وجهت إلى الداخل الروسي، ردود الأفعال على الصعيد السياسي، جميع السلطات الروسية وجميع المسؤولين الروس أيدوا الرئيس فلاديمير بوتين ودعموا قرارات والإجراءات التي تحدث عنها بوتين. على الصعيد الشعبي، نسبة كبيرة من الشارع الروسي تؤيد هذه القرارات وتدعم الرئيس بوتين، وإن كان معظم هؤلاء السكان أيضا يؤيدون فاغنر ويتعاطفون مع مجموعة فاغنر، وخصوصا أن مجموعة فاغنر خلال الفترة الماضية اعتبرت على أنها محور أساس لدى الشارع الروسي، حيث استطاعت هذه المجموعة من السيطرة على باخموت وأيضا على سوليدار، ومن تقديم انتصارات إلى الداخل الروسي، لا سيما بعد استعادة أوكرانيا بعض المناطق من الجيش الروسي في مدينة خاركوف الأوكرانية. لكن اليوم
الداخل الروسي دائما يذهب إلى قرارات وزارة الدفاع وإلى قرارات الجيش الروسي، لأن الداخل الروسي وكما ذكرت في جميع الرسائل الماضية الداخل الروسي عاش أزمة حرب أهلية في الفترة الزمنية الماضية. الآن لا يريد إعادة هذه الأزمة وهذه الحرب إلى الداخل الروسي، لأنه يعلم جيدا نتائج هذه الحرب في حال اندلعت في روسيا، فهذا الأمر سيكون أصعب على روسيا من الحرب ومن الصراع التي تواجهه روسيا في أوكرانيا ضد الغرب وضد حلف الناتو. نعم. الأزمة الحالية هي أصعب من ضم أوكرانيا إلى حلف الناتو. كمية ضم أوكرانيا أو حجم ضم أوكرانيا إلى حلف الناتو صعب جدا على روسيا، لأن وصول حلف الناتو إلى الأراضي الأوكرانية يعتبر وجود الناتو على خاصرة روسيا، وهذا الأمر لن تقبل به موسكو. لذلك الآن أزمة بريغوجين أي قوات فاغنر مع وزارة الدفاع الروسية هي أصعب من ضم أوكرانيا إلى حلف الناتو، هي أزمة داخلية ستؤدي إلى تفكك روسيا. ولهذا هنا سؤال انهيار حسين، لذلك الجميع يخشى في الواقع. هنا سؤال يعني منطقي جدا يطرح نفسه، وكما أشرت منذ قليل هناك أصوات تنادي وتطالب وزير الدفاع شايغو بالجلوس مع بريغوجين لربما نزع فتيل الأزمة، لكن هنا السؤال ومربط الفرس، يقولون إذا كانت يعني هذه الجلسة ممكنة لماذا لم تحدث منذ شهور عديدة؟ وبلغة السينما إذا يعني كان هناك فلاش باك للخلف قليلا، يعني التلاسن ليس وليد اليوم، كانت هناك شكاوى كثيرة من بريغوجين كما تعلم، وشكوى كبيرة من وزير الدفاع ومن رئيس الأركان، لماذا لم يتم وقتها محاولة وأد هذه الفتنة والاستماع لهذه الأصوات العاقلة التي تنادي الآن وهذه القوات على مشارف موسكو؟ لماذا لم يحدث من قبل؟ بالفعل ياسر كما تتحدث هي مشكلة وخطأ يصفه الخبراء، خطأ للقيادة الروسية بعدم حل هذه الأزمة التي لم تكن وليدة اليوم ولم تكن وليدة الأمس، بل هي أزمة منذ فترة ومنذ أشهر. دائما يفغيني بريغوجين قائد فاغنر كان يتهم وزارة الدفاع وتحديدا وزير الدفاع سيرجي شايغو ورئيس الأركان فاليري جيراسيموف، كان يتهمهم بريغوجين على أنهم لم يقدم الأسلحة والمعدات العسكرية والذخائر إلى مجموعة فاغنر. أيضا كان يتهمها بأنهما فقط يقومون بالحرب أو يشاركون بالحرب عبر الإعلام، وأن ما يصرحون به عبر الإعلام مخالف للحقيقة ومخالف لما يجري على أرض الواقع أي في الأراضي الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية. الآن وصلنا إلى مرحلة غير مسبوقة، مرحلة خطيرة جدا. الرئيس بوتين كان واضحا جدا صباح اليوم عندما تحدث إلى الداخل الروسي، الملامح التي ظهرت على وجه بوتين معبرة جدا عن أنه غاضب جدا من وزارة الدفاع وأيضا من قائد فاغنر يفغيني بريغوجين. الخبراء الروس الآن على شاشات التلفزة الروسية جميعهم يتحدثون عن أن الأجدى كان لبريغوجين هو طلب لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وشرح موقفه إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإلى الكرملين ودون الاتهامات بشكل علني وعبر الإعلام إلى وزارة الدفاع. تبقى وزارة الدفاع وسيرجي شايغو وزير الدفاع يبقوا دائرة أو وزارة رسمية، جهة رسمية روسية، جهة تابعة إلى روسيا الاتحادية، لذلك الاتهامات التي وجهت إلى وزارة الدفاع مرفوضة بشكل تام من قبل السلطات الروسية. بالفعل داخل الأراضي الروسية وداخل روسيا يوجد بعض المعارضين لما تقوم به وزارة الدفاع، ولا سيما الدور البطيء كما يصفه بعض الداخل الروسي، وخصوصا في التعامل مع العملية العسكرية ومع الأزمة الروسية الأوكرانية. البعض كان يطالب في وقت سابق باستهداف مراكز صنع القرار ليس فقط في أوكرانيا بل في بولندا، وأيضا استهداف العاصمة كييف وضرب مقر إقامة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لكن في ذلك الوقت وحتى الآن وزارة الدفاع لم تسخي إلى هذه المطالب. البعض من هذه الجهة أو من هذه النظرية كان يعارض وزارة الدفاع والسيناريو التي تتعامل به وزارة الدفاع في الحرب أو في الصراع الروسي الأوكراني والروسي الغربي، لكن الآن الاتهامات التي وجهها بريغوجين إلى وزارة الدفاع دفعت الجميع لتأييد وزارة الدفاع ولتأييد مواقف بوتين والإجراءات التي أعلن عنها. كان الأجدى لبريغوجين بعدم التصريحات أو بعدم إدلاء التصريحات عبر الإعلام
وإدلاء الاتهامات إلى وزارة الدفاع كان الأجل له. طيب حسين إذا سمحت يعني سأعود إلى نقطة الاتهامات لأنها من الأهمية مما كانوا أنت تتابع هذا الملف أن نعرف يعني لماذا وصلت هذه النقطة من يعني الاتهامات. لكن هناك نقطة مهمة في تصريحات عمدة موسكو، هو قال أنه تم تفعيل نظام مكافحة الإرهاب في العاصمة موسكو، ما الذي يعنيه ذلك حسين وما هي شواهده على الأرض؟ حتى هذه اللحظة نلمس بين أيدينا أو كما نشاهد فقط وجود تعزيزات عسكرية روسية عند مداخل ومخارج العاصمة وأيضا بالقرب من بعض المراكز الحكومية الروسية. أيضا بالنسبة لتفعيل نظام مكافحة الإرهاب في العاصمة موسكو وأيضا في ضواحيها يمكن أن يتم منع التجوال في بعض المناطق ومنع مرور السيارات والحافلات في بعض المناطق، يمكن إغلاق بعض المناطق في العاصمة موسكو. وهنا يجب أن ننوه إلى أن هذه المناطق ستكون في الأجزاء الجنوبية والجنوبية الغربية للعاصمة موسكو، لأن الأجزاء الجنوبية هي التي تقع على مسافة أو هي التي تصل موسكو بمدينة روستوف ومدينة ليبتسك ومدينة فورونيج، وخصوصا أن عناصر فاغنر متواجدين داخل مقر القيادة العسكرية الجنوبية في مدينة روستوف. لذلك التكثيف الروسي الأمني أو الوجود الروسي الأمني عند مداخل موسكو يقع في الاتجاه أو في الجزء الجنوبي للعاصمة موسكو. أما بالنسبة للخطوات الأخرى أو الخطوات المتبقية من نظام مكافحة الإرهاب حتى الآن لم يتم تفعيلها في الداخل الروسي ولا سيما في العاصمة موسكو. الجميع يترقب الساعات المقبلة والأيام المقبلة على الرغم من أن عمدة موسكو كباقي حكام المدن الروسية ألغوا جميع الحفلات العامة في المدن الروسية بسبب الأزمة الراهنة وأزمة التمرد المسلح بين وزارة الدفاع وأيضا بين مجموعة فاغنر. طيب أنا أشكرك حتى اللحظة حسين، أكتفي بهذا القدر معك، لكن بطبيعة الحال سنبقي عينا معك على كل التطورات لأنها تطورات مثيرة وعلى مدار الساعة. أشكرك حتى هذه اللحظة حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو. نبقى مشاهدينا الكرام في هذه المتابعة، حيث انضم إلينا من كييف عبر الهاتف الدكتور سعيد سلام مدير مركز فيجن للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور سعيد، يعني في الجانب الآخر لا شك بوضوح تام أنه هذا التطور وهذه الأحداث التي تدور في روسيا مفيدة بطبيعة الحال، ومعظم الأصوات التي خرجت من أوكرانيا تقول أنه هذا يأتي في صالح أوكرانيا بلا شك. لكن هل تعتقد أن الأمر بهذه السهولة، بمعنى أنه ما يحدث سيؤثر مباشرة على الوضع في أوكرانيا، بمعنى أنه بين عشية وضحاها يمكن ألا نجد القوات الروسية مثلا غير موجودة في شرق وجنوب أوكرانيا؟ مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين. طبعا ما يجري في الداخل الروسي هو لحظة تاريخية تمر بها روسيا بعد مرور أكثر من 100 عام على ما جرى حينها بشكل مشابه بشكل كبير عندما قامت الثورة الشيوعية ضد الحكم القيصري الروسي. هذه الأحداث التي تجري حاليا ونتابعها جميعا وأوضحت للجميع هشاشة الوضع في الداخل الروسي، هشاشة المنظومة السياسية الروسية وهشاشة المنظومة العسكرية أيضا، حيث أنه لا يمكن التصور أن مجموعة عسكرية من المرتزقة تقوم باحتلال مدينة وأخرى وتسيطر على مقاطعتين في دولة مثل الدولة الروسية وتتجه نحو العاصمة الروسية دون أن تواجه مجابهة عسكرية. على الرغم من جميع التصريحات التي أصدرتها وزارة الدفاع والجهاز الأمن الفيدرالي، وهذا يشير بشكل كبير إلى صحة ما يقوله بريغوجين أن القوات الحرس الوطني وغيرها من القوات التي تم إرسالها إما تقف على الحياد أو أنها تنضم إليهم. نعم. مما يشير بشكل واضح إلى أن القوات العسكرية والأجهزة العسكرية والأمنية الروسية في غالبيتها قد أجرت استفتاء غير معلن على إلى من هي تنحاز في هذا
الصراع الذي يجري طيب. بين دكتور سعيد أنا أعتذر طبعا المقاطعة، لكن الجانب الأوكراني. من الأهمية بمكان أن تستمع إلى هذه التصريحات العاجلة والأخبار العاجلة، الرئاسة البيلاروسية يا دكتور تقول أنه لوكاشينكو الرئيس بيلاروسيا أجرى اتصالا مع مالك شركة فاغنر بريغوجين، وأنه قبل يعني بريغوجين اقتراحا من الرئيس البيلاروسي بشأن توقف تقدم قواته نحو موسكو، وأنه يعني هذا المقترح يشمل منح بعض الضمانات الأمنية لمقاتلي فاغنر، أيضا هذا تطور شديد الأهمية وبطبيعة الحال سيؤثر كثيرا على هذه التطورات الحادثة الآن في موسكو تحديدا. طبعا أتفق بشكل كامل، وبعض المصادر الروسية كانت منذ دقائق قد أعلنت أن هناك مفاوضات تجري عمليا بين النظام الروسي وبين. وبالمناسبة دكتور سعيد يعني حتى تكتمل الصورة لحضرتك، يعني اكتمالا لهذه التصريحات، الرئاسة البيلاروسية قالت إن هذا الاتصال بين رئيس بيلاروسيا لوكاشينكو وبريغوجين كان بدعم من بوتين شخصيا. أتفق بشكل كامل، لأن عمليا الرئيس الروسي في وضع لا يحسد له عليه، لأن يعني وضعه سيء جدا، وخطابه اليوم صباحا عمليا قد يعني أوضح للجميع وللشعب الروسي أنه لم يعد يسيطر على الأمور في روسيا، حيث وأيضا من ناحية أخرى باتهامه وتسميته لبريغوجين بأنه متمرد وأنه خائن، قد أغلق عليه الباب من أجل التوقف قبل الوصول إلى موسكو. لذلك هو قام بدعم المبادرة البيلاروسية للتواصل مع بريغوجين لوضع حد لما يجري من ناحية، لأنه أيضا لا يريد أن يخسر الحكم بهذه الطريقة، لأن في حال وصول القوات الفاغنر إلى موسكو ودخولها إلى هناك عمليا سوف تنتهي الأمور، وسوف يسيطر على تسيطر فاغنر على مقادير يعني الحكم. دكتور سعيد يعني أنا استمعت لكم أراء كبير جدا من محللين سياسيين في الجانب الأوكراني والجانب الروسي وحتى في الدول الغربية وفي الولايات المتحدة الأمريكية، هناك أصوات تقول إنه ما يحدث الآن هو يعني خطة روسية، وأنا طبعا يعني لا أعلم إذا كان حضرتك مقتنع بهذا الأمر أم لا، خطة روسية للانسحاب من أوكرانيا بطريقة أو بأخرى، بمعنى أنه سيقولون أنه الأوضاع في الداخل الروسي شديدة الصعوبة ولابد في هذه اللحظة من يعني الانسحاب التكتيكي من أوكرانيا، بمعنى أنه حفظا لماء الوجه يقومون بهذا السيناريو من أجل الانسحاب من أوكرانيا. هل هذا أمر يمكن قبوله وفهمه، أن تكون هناك دولة عظمى كروسيا يمكن أن تضحي بسمعتها بهذا السيناريو من الانسحاب وإعطاء هذا المبرر، هذه قوات لبريغوجين هي السبب في هذا الأمر؟ هل أنت مقتنع بهذا السيناريو؟ في الحقيقة أنه في كل مرة تتكبد فيها القوات الروسية خسائر وتحصل على انتكاسات خلال هذه الحرب العدوانية على أوكرانيا، كنا نشاهد تبريرات مشابهة عمليا، حيث انسحبوا من محيط مدينة كييف والشمال الأوكراني كخطوة يعني حسن نية، وانسحبوا من إقليم خاركوف من أجل إعادة تجميع القوات، وأيضا في انسحاب استراتيجي تكتيكي للحفاظ على الأرواح انسحبوا من يعني غربي نهر دنيبر في إقليم خرسون، وقبلها أيضا انسحبوا أيضا في خطوة حسن نية من جزيرة الثعبان، والآن يقولون أن هذا المخطط يعني عميق من قبل الرئاسة الروسية من أجل يعني تبرير انسحابهم من روسيا. يا سيدي، النظام الروسي ليس بحاجة إلى مثل هذه التبريرات أو من أجل أن يقوم بتدمير سمعته. الرئيس بوتين أو حكم الرئيس بوتين قائم على سمعته وعلى قدرته التي أوحاها للشعب الروسي أنه القائد الذي يحافظ على روسيا ويعمل على قوة روسيا.
طيب ما جرى يا دكتور، جرى اليوم سريعا يا دكتور من فضلك، سؤال سؤال اخير دكتور سعيد، ما هو السيناريو الامثل من وجهة نظر اوكرانيا لما يدور الان في الداخل الروسي؟ يعني ما الذي تتمناه بالاحرى اوكرانيا ان يحدث الان حتى يعني تتجه الكفه وتكون في صالحها؟ في الحقيقه ان الجانب الاوكراني ينظر الى ما يجري على انه ازمه داخليه داخل روسيا ولا يتدخل بها، وبالنسبه لكنها لها انعكاس مباشر على الوضع العسكري في اوكرانيا. طبعا لا يتدخل في الاحداث المباشره، ولكن هو يعمل وما زال يعمل عسكريا على تحرير اراضيه المحتله من قبل القوات الروسيه. وفي حال بقي نظام الحكم بيد الرئيس بوتين او انتقل الى اي شخص اخر، فان الاهم بالنسبه للجانب الاوكراني هو تحرير جميع الاراضي الاوكرانيه المحتله منذ عام 2014. شكرا جزيلا، انا اشكرك شكرا جزيلا، كنت معي عبر الهاتف دكتور سعيد سلام مدير مركز فيجن للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. أعلن حاكم فرونيج في جنوب روسيا أن الجيش الروسي ينفذ عمليات قتالية للتصدي لتمرد قوات فاغنر. كان مصدر أمني روسي أعلن أن مقاتلي مجموعة فاغنر سيطروا على مواقع في المدينة على بعد 500 كيلومتر إلى الجنوب من العاصمة الروسية موسكو. وأشار المصدر إلى أن جميع المنشآت العسكرية في المدينة تحت سيطرة قوات فاغنر. للمزيد من القراءة والتحليل والمتابعة ينضم إلينا من كييف أيضا الدكتور رامي أبو شمسية، عضو في حزب الباتريوت. دكتور رامي، يعني كنت بدأت أو أنهيت السؤال مع ضيفي منذ قليل من كييف بتوقعه أو رؤيته للسيناريو الأمثل الذي يمكن أن يحدث في روسيا وانعكس إيجابا مباشرة على الأوضاع في أوكرانيا. قال إنه ما يحدث أو أوكرانيا تنظر إلى ما يحدث في روسيا على إنه شأن داخلي، لكن هل هذا الشأن الداخلي ليس له أي انعكاس مباشر أو حتى غير مباشر على تطور العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا؟ يعني بصراحة قبل قليل خطب الرئيس زيلينسكي وقال أن ما يحدث في روسيا هو إعادة الشر إلى أهله، وبالتالي ما زرع بوتين يحصده. وما يخص العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية له والحرب الأهلية الحالية في روسيا تنعكس بشكل إيجابي على تحرير الأرض الأوكرانية. اليوم الأوكران استغلوا هذه الفرصة وتوجهوا بالمدرعات وحاملة الجنود إلى الجهة الشرقية الغربية عفوا من نهر دنيبرو، وتمكنوا من الدخول إلى مناطق خرسون وتحرير الأراضي بدون أي مقاومة. وبالتالي الحرب الأهلية تتطلب من القيادة الروسية أن تسحب جنودها من أرض المعركة إلى حماية موسكو وحول موسكو من تقدم جيش فاغنر الذي قد التف حوله كثيرا من الجيش النظامي الروسي. وبالتالي فاغنر عندما ذهب إلى هذه الخطوة إنه رجلا عاقل، يعني بحكم العمر وترتيباته مع الجيش الروسي، وبالتالي جيشه أصبح أكثر بكثير، والمعدات العسكرية التي انطلق فيها من أوكرانيا كانت قليلة، واليوم هو حصل على معدات كثيرة من المواقع العسكرية التي تم السيطرة عليها. وبالتالي فاغنر اليوم يعد خطرا كبيرا بالنسبة لبوتين. وهذه الحرب الأهلية كما ذكرت أنها تنعكس بشكل إيجابي بالنسبة للأوكران والأوكران، لكن الرجل يا دكتور رامي كان حتى بالأمس القريب يقاتل في باخموت ويقتل كما تقول أوكرانيا عشرات ومئات الأوكرانيين. هل ارتدت إليه يعني ارتد إليه عقلهم بشكل مفاجئ ويعني علم أنه ما كان يصنعه كان خطأ وانسحب ويؤثر بشكل مباشر على روسيا؟ هل كل ذلك يمكن أن يحدث؟ هل يمكن أن تفهمه أن يحدث بين عشية وضحاها؟ لازم نحن نتذكر شغلة، أن فاغنر وشركة وبروغوجين يعمل تحت قيادة المخابرات الروسية، وهناك في خلافات ما بين الاستخبارات والمخابرات الروسية مع الجيش.
وبالتالي فاغنر عندما كان يصرخ ويقاتل وزيرة الدفاع ليس من 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 شيء قليل، وانما عنده مخطط كان يجب ان يعمل به. لقد ادرك الروس وفاغنر ان الحرب في اوكرانيا خاسره، وانهم سوف يهزمون عاجلا ام اجلا قبيله هذا الهجوم المضاد، وبالتالي يحاول ان يظهر نفسه كمدافع وطني عن روسيا، وان في هناك تقصير من القياده الروسيه، وبالتالي توجه بين ليلة وضحاها إلى. أليس من المبكر دكتور رامي أن تذهب إلى هذه الفرضية، لأنه ما زالت القوات الروسية موجودة في أوكرانيا، ما زال هناك حرب دائرة في مناطق كثيرة، يعني روسيا لم تنسحب من أوكرانيا على الأقل حتى اللحظة. روسيا لم تنسحب، ولكن حدة القتال قد خفت في اليوم، يعني هناك في اختراقات كبيرة للجيش الأوكراني، وبالتالي هذا يعتمد على الإمدادات. هناك لا يوجد إمدادات اليوم للجيش الروسي، لقد ترك الجيش الروسي بدون أي قيادة هنا، ولا يوجد أي من يعني يساعدهم في الوقوف في الأراضي الأوكرانية، وبالتالي اليوم أو غدا أو حتى الأسابيع القليلة القادمة سوف نشهد كيف الجيش الروسي يفر من الأراضي الأوكرانية من أجل الدفاع عن وطنه هناك، لأن موسكو بحاجة لأكثر من 150 ألف جندي من أجل أن تحافظ على الأمن هناك، وبالتالي لا يوجد هذه الكمية الكبيرة من الجنود. يوجد في أوكرانيا حوالي 300 ألف جندي أوكراني، وبالتالي هم الآن يجب أن يتوجهوا لحماية الأمن الداخلي الروسي، وهذا أهم من الحرب الخارجية. وبالتالي بوتين اليوم بخطابه كان ضعيفا مهزوما، يعني بوتين أظهر أمام العالم أنه لا شيء، أنه لا يستطيع أن يحكم الاتحاد الروسي، وبالتالي قوة من 25 ألف جندي تمكنوا من احتلال أراضي كثيرة، لا يوجد أي مقاومة، يوجد هشاشة في الجيش الروسي وفي الأمن الروسي، وبالتالي المفرقعات التي كان يحكيها البوتين أو ميدفيديف بين الحين والآخر والابتزاز بالنووي هي مجرد كلام، ونحن نرى اليوم على أرض الواقع كيف تنهار روسيا من الداخل. لكن يعني حتى اللحظة فكرة الانهيار روسيا تقول عنها أنه هذا يعني الأداء الإعلامية الغربية هي ما تسوق لهذا الأمر، يقولون نحن ما زلنا موجودين على الأرض حتى على الرغم من هذه العملية الأوكرانية والهجوم المضاد، لكن نحن ما زلنا موجودين في نفس الأماكن التي نسيطر عليها. طبيعي يعني لغاية الآن موجود الجيش الروسي، وهم يدعون أن هذا الغرب، ولكن على أرض الواقع ما تصلنا من فيديوهات ومتابعة لنا للأحداث في روسيا نرى أن هناك بالفعل في تقدم لقوات فاغنر. أين بوتين الآن؟ بوتين لقد هرب من موسكو، وميدفيديف أيضا، ورجال الأعمال والأغنياء هربوا من هناك، وبالتالي اتصل. هذه معلومات تقولها يا دكتور، يعني الرئيس حسب الكرملين ما زال موجودا في موسكو، يعني فقط حتى يعني يكون هناك يعني معلومة من الجانب الآخر، الكرملين يقول أن الرئيس الروسي ما زال موجودا في الكرملين ويؤدي مهامه من موسكو ولم يذهب إلى سان بيترسبرغ، نفوا تماما كل هذه الأخبار. طبعا نحن الأكاذيب الروسية نسمعها بين الحين والآخر، وبالتالي يوجد هناك معلومات موثوق فيها للجهة الأوكرانية، هناك أناس كثيرين واقفين ضد الحرب ويعطونا معلومات صحيحة. أما بما يخص من موجود في الكرملين، الكل يعلم أن لبوتين له شبيه هناك، وأن بوتين لا يظهر على الناس بالملأ، بوتين إذا ظهر بالفعل يكون على بعد مسافات ولا يقترب من الناس، أما الشبيه له أو حتى أكثر من واحد يقومون بمصافحة الناس، وبالتالي نحن واعيين لهذه النقطة، ولكن المعلومات مؤكدة أن بوتين قد غادر بالطائرة أعتقد إلى بيتربورغ أو حتى إلى مكاتب إخفاء له، وأيضا ميدفيديف، وبالتالي يعني في انهيار للاتحاد الروسي. الوقت بس شغلة وقت قليل جدا. طيب. أنا أشكرك عموما، عنصر الوقت فعلا مهم، ونحن سنتابع ما الذي يحدث، يبدو أن الساعات القادمة كما يقولون حبلى بالأحداث. دكتور رامي أبو شمسية عضو حزب الباتريوت، أشكرك شكرا جزيلا. أكد حاكم فرينج الروسية ألكسندر غوزيف اندلاع نيران في خزان وقود داخل مستودع نفط بالمنطقة، وقال إن أكثر من 100 رجل إطفاء و30 وحدة من المعدات تعمل من أجل السيطرة على الحريق وإخماده، مؤكدا أن موقع الحريق به خزانات لوقود الطائرات وقد تم تأمينها.
نبقى في هذه المتابعة مع حضراتكم مشاهدينا الكرام، فينضم إلينا بالقراءة والتحليل عبر سكايب من مدينة بازل السويسرية مؤسس ورئيس مركز ستاس الدولي لدراسات الاستراتيجية سرحان الطاهر سعدي. بعد التحية سيد سرحان، وحتى أبقي حضرتك على مزيد من التطورات، هناك بعض الأخبار ونقلا عن رويترز الآن تقول وعلى لسان بريغوجين يعلن في رسالة صوتية إعادة مقاتليه إلى قواعدهم بين قوسين حقنا لدماء كما يقول، ويعلن في أن هذه الرسالة أن إعادة مقاتليه إلى قواعدهم جاءت وهم على بعد 200 كيلومتر فقط من موسكو. ما الذي يعنيه ذلك برأيك أستاذ سرحان؟ هل نزع فتيل الأزمة أم ما زالت الأزمة مرشحة للزيادة إن لم يتم على ما يبدو تحقيق بعض المطالب لبريغوجين التي ربما سينقلها لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا إلى القيادة الروسية؟ مرحبا سيدي فاضل. مثل ما يقال المثل الفرنسي لو مالي في، يعني التطورات الأخيرة خطيرة جدا. كلام رئيس فاغنر الآن عن وقف العملية العسكرية أو وقف التمرد مؤقتا، أعتقد أن الرئيس البيلاروسي هو الذي قام بالوساطة، قام بدور الوساطة بين رئيس فاغنر. هذا صحيح، هذا صحيح طبعا. نعم، وبين الكريملين، ويقال أن حتى الكريملين على علم بذلك. لو سمحت سيد الفاضل، أنا أريد التوقف إلى نقطة مهمة جدا. لماذا في هذا التوقيت بالضبط؟ لماذا في هذا التوقيت بالضبط يحصل هذا التمرد؟ أعتقد يجب أن نقوم بقراءة دقيقة في هذا السؤال المهم. أنا طرحته على أكثر من ضيف، لماذا؟ لو الإجابة تأتي من حضرتك سيكون أمرا جيدا. أرجو ذلك. هناك رئيس فاغنر أو مجموعة فاغنر المرتزقة هنا قد حوصرت من عدة جوانب، هناك حصار مالي وهناك حصار سياسي. الحصار السياسي هو الذي يعني أثقل كاهلا. الحصار المالي لأن مجموعة فاغنر كما تعلمون متواجدة بكثرة في أفريقيا، ومنذ اندلاع الغزو الروسي لأوكرانيا فقد قامت بإعادة تمركز قواتها وسحبت الجميع على العديد من قواتها من أفريقيا إلى أوكرانيا، وهذا مما أثر كثيرا من مداخلها المادية، مداخلها المالية. في المداخل المالية انخفضت بحدة، حتى أن القوات الروسية قد وجدت قرب مكاتب فاغنر بسان بيترسبورغ، وجدت شاحنة معبأة بملايير الروبلات. الشيء الثاني، فقد وصل الانسداد السياسي مع وزارة الدفاع إلى نقطة لا عودة. نرى أن منذ أشهر عدة رئيس فاغنر كان يحاول أن يزيح قائد أركان الجيش الروسي وكذلك وزير الدفاع الروسي شويغو، والبوتين قام بدور متفرج. أنا أعتقد أن اللعبة كلها سياسية، الجميع يتحرك الآن من وزير وزارة الدفاع إلى قيادة الأركان إلى فاغنر إلى حتى المجلس الأعلى القومي للأمن الروسي وعلى رأسه ميدفيديف لصياغة روسيا ما بعد بوتين. وبوتين ترك هؤلاء جميعهم يتصارعون فيما بينهم لكي يبقى على رأس السلطة. لكن المشكلة الآن حتى إن توقفت قوات فاغنر على للذهاب أو للهجوم على موسكو، أعتقد هم على بعد 250 كيلومتر فقط من موسكو. المشكلة الحقيقية الآن يعني صورة بوتين كقائد حقيقي لروسيا قد اهتزت كليا. والأمر هناك أشياء أخرى، الولايات المتحدة الأمريكية تراقب الوضع عن كثب، أعطت تعليمات رسمية لجميع سفاراتها بعدم التحدث مع البلدان يعني التي فيها سفاراتها، وعدم التواصل على هذه القضية، وإبداء رأي واحد فقط هو أننا نراقب الوضع عن كثب. هناك أمر آخر سيدي الفاضل، هناك صمت صيني رهيب. الصين لم تتحدث بأي كلمة، وأنا قلت على قناتكم قبل 5 أشهر أن السلطات الصينية قد تواصلت مع روسيا يعني وراء الأبواب المغلقة، وقد حذرتها من تنامي القوات الغير نظامية، قوات فاغنر تنامي قواتها وسيطرتها على 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 الكريملين، وهذا الأمر كان مزعج جدا بالنسبة للصين. فالأشياء هو أستاذ سرحان، نعم يعني هل ما أفهمه من حضرتك أن هذه اللعبة السياسية التي تشير إليها في المجمل وفي المحصلة سيكون النتيجة هو خروج بوتين من الصورة بعد يعني هذا يعني النزاع الحاصل الآن؟ إن لم يتصرف بقمعية ووحشية ضد قوات فاغنر سيخرج من السلطة، نعم، لأن صورته قد اهتزت.
صورته قد اهتزت. وهناك بعض الأشياء يعني ربما البعض يصفها بالصبيانية لكنها تكتيكية. رئيس فاغنر صباحا قد تهجم ولأول مرة على بوتين. هو على مدار الأشهر كان يتهجم على قائد أركان الجيش صحيح. الروسي. وطبعا هذا الهجوم بعد أن أعلن أو قال بوتين أنه ما يقوم به فاغنر هو خيانة وطعنة من الداخل، يعني كان ردا على تصريح بوتين في هذا الصباح. لكنه تراجع اليوم مساء، تراجع وقال نحن لا نتحدث على بوتين، فهو قد تراجع. أعتقد لما دخلت الوساطة الروسية، في تقديري الشخصي ما تقوم به فاغنر الآن هي عملية انتحارية. لا ننسى أنه نقطة مهمة جدا بأن وزارة الدفاع الروسية قد أعطت مهلة 1/7 يعني واحد شهر السابع القادم لكي تنضم جميع القوات الموازية إلى وزارة الدفاع. وهم رافضون منذ اللحظة الأولى كما تعلم. هم رافضون الفكرة، لكن هناك نقطة أخرى كذلك. أعتقد أن الفرنسيين عندهم مثل جميل جدا يقولون لغوزور أغوزي، بالعربية ينقلب السحر على الساحر. حتى في كيفية معالجة قضية فاغنر السلطات الروسية تثير الريبة، فقد بعثت بقوات الشيشانية لكي تقاتل قوات فاغنر. هذا يبين أن وزارة الدفاع الروسية وقيادة الأركان الجيش الروسي ليست لها أي سيطرة. أنت عندك مشكل مع مرتزقة أو لها رأي مختلف، مثلا البعض يقول أنها لها رأي مختلف عن بوتين. سيدي الفاضل أبو حلقة بسر، يعني العديد يعرفونها، تحركات فاغنر وتحركات وزارة الدفاع السوري الروسية بالتنسيق مع قيادة الأركان توحي بأن هناك مجموعة داخل روسيا، وأقول يعني صراحة رأسها الأوليغارشيا، يعني قد ضاقت ذرعا من الحرب الغزو الروسي لأوكرانيا. طيب وهل دولة بحجم يا أستاذ سرحان، هذه فرضية فعلا البعض يتحدث عنها، هل دولة بحجم روسيا العظمى تحتاج لهذا السيناريو الذي بلا شك يضر بسمعة دولة كبيرة كروسيا، حتى يمكن أن يعني ما يمكن أن نطلق عليه أن يكون هناك خروج آمن من أوكرانيا، تحتاج لهذا السيناريو الذي أشرت حضرتك بشكل واضح أنه هذا صورة بوتين يعني المهمة لدى الشعب، وهذا هذه الإمبراطورية الكبيرة الروسية؟ لا لا لا، أنا لا أؤمن بنظرية المؤامرة أن روسيا قامت بهذا لكي تنسحب من أوكرانيا، لأنه الضرر أكثر من الأمور الإيجابية. صورة بوتين قد اهتزت. ما يعني لبوتين أن يخرج رجل كان من المقربين لديه، وهو سر تعاظم مجموعة فاغنر وكذا، لأنه في البداية روسيا سمحت بتكوين أو هي التي كونت مجموعة فاغنر لكي تكون ذراعها الأمنية، فقد ذهبت بعيدا في أفريقيا وحتى في أمريكا اللاتينية. أما أن يخرج شخص ويهدد بوتين ويقول يعني حرفيا أن الحرب الروسية على أوكرانيا حرب باطلة، وأن أوكرانيا لم تكن تريد السوء لروسيا، وأن حتى الحلف الأطلسي لم يكن يريد السوء لروسيا، فهذا إحباط كبير لمعنويات الجيش الروسي الذي لا يحتاج لإحباط، لأنه أصلا هو محبط. لأنه إذا تذكرتم تحدثنا منذ أشهر وقلنا أن القوات الأوكرانية صابرة، وهي يعني تتربص لتنتظر الصيف لكي تشن هجومها لاستعادة الأراضي التي احتلت من طرف روسيا، وذهبت بعيدا، صارت تهاجم حتى شبه جزيرة القرم. فالأمر متشابك جدا، لذلك نرى أن القوة العظمى كلها يعني تلتزم الصمت، وعلى رأسها الصين. أنا أعتقد أن الصين دوما في كل ما يتعلق الأمر بروسيا الصين هي المفتاح. وأنا عندي معلومات أكيدة أن الصين قد حذرت الكرملين منذ عدة أشهر عن تعاظم يعني التعاظم وتزايد من نفوذ قوات فاغنر. على كل الأحوال أنا أشكرك شكرا جزيلا من مدينة بازل السويسرية، مؤسس ورئيس مركز ستاس الدولي للدراسات الاستراتيجية سرحان الطاهر سعدي، شكرا جزيلا لحضرتك. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بحث هاتفيا مع قادة كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا تطورات الأزمة في روسيا، حيث تشن مجموعة فاغنر تمردا مسلحا. وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان أن بايدن ناقش مع القادة الأوروبيين الأوضاع في روسيا، وأكدوا دعمهم الكامل والراسخ لأوكرانيا.
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن واشنطن ستبقي على تنسيق وثيق مع حلفائها بشأن الأحداث في روسيا. قال بلينكين إنه تحدث إلى وزراء خارجية دول مجموعة السبع ومسؤولي السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بعد سيطرة مقاتلي مجموعة فاغنر على بعض المنشآت العسكرية في جنوب روسيا، مشيرا إلى أنه جدد التأكيد على دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا وأنه لن يتغير مع تطورات الأوضاع في روسيا. قال البنتاغون إن وزير الدفاع لويد أوستن يواصل مراقبة الوضع الحالي في روسيا عن كثب، ويتم إبقاؤه على اطلاع بأي تطورات مهمة، فيما ألغى رئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال مارك ميلي زيارته للشرق الأوسط بسبب الوضع في روسيا. وقال مكتب ميلي إنه اتصل بنظيره الأوكراني لمعرفة آخر التطورات هناك. للمزيد ينضم إلينا من واشنطن رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية. رامي، كما أوردنا منذ قليل، كل المؤسسات الأمريكية تبقي عينا مفتوحة على كل التطورات من وزارة الدفاع، الخارجية، البيت الأبيض، كل المؤسسات الأمريكية. من مجمل ما تتابعه من خلال وسائل الإعلام الأمريكية والتصريحات المسؤولين في كل الهيئات والوزارات المختلفة، ما هي الزاوية التي تنظر إليها واشنطن لما يحدث الآن في روسيا؟ هل هو نوع من أنواع التمرد العسكري؟ كيف تقرأ انعكاسات ذلك على واشنطن كيف تقرأ انعكاسات ذلك على ما يحدث في أوكرانيا؟ مرحبا ياسر. الولايات المتحدة تتحفظ كثيرا على القفز إلى أي استنتاجات أو أي تفسيرات لما يحدث في روسيا، ولكن من الواضح من جميع الأنباء والتقارير الواردة أنه تمرد تقوده فاغنر ربما ضد القيادة أو الجيش النظامي في روسيا نتيجة خلافات عديدة تحدثت عنها التقارير والأنباء الواردة منذ فترة طويلة، منذ معركة بخموت التي خاضتها قوات فاغنر، والتي أعلنت الولايات المتحدة أن قوات فاغنر في هذه المعركة خسرت 20,000 جندي ومقاتل خلال هذه المعركة، وهذا يدل على الخسائر الكبيرة التي تكبدتها فاغنر. أما عن الرؤية الأمريكية فالولايات المتحدة تراقب عن كثب ولا تريد القفز إلى أي استنتاجات ولا تريد اتخاذ أي خطوة استباقية في هذه اللحظة حتى تتأكد مما يحدث، وإن كان بالفعل تمردا من قوات فاغنر ضد القيادة الروسية أم لا. صباح اليوم الرئيس الأمريكي جو بايدن كان في اجتماع مع فريقه للأمن القومي المكون من وزير الدفاع لويد أوستن، وزير الخارجية أنتوني بلينكين، رئيس هيئة الأركان المشتركة مايك ميلي، رئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، بالإضافة إلى المندوبة الأمريكية في أو السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد. كل هؤلاء كانوا مجتمعين اليوم مع بايدن لإطلاعه حول آخر التطورات ما يحدث في روسيا. كذلك بايدن تواصل فورا مع حلفائه الأوروبيين بريطانيا فرنسا ألمانيا حتى يؤكد لهم أنه مهما حدث ليس لدينا شأن بهذه التطورات الآن، وأن الأهم هو التركيز على دعم أوكرانيا. ربما تنظر الولايات المتحدة إذا ما تأكدت الأخبار واستمر هذا التمرد إلى أنها قد تكون فرصة سانحة لأوكرانيا للانقضاض على روسيا في هذه الحالة، ولكن الولايات المتحدة لم تعلن شيئا رسميا بشأن ذلك حتى الآن. طيب رامي، وول ستريت جورنال ونقلا عن مصادر في واشنطن قالت إن واشنطن تعتزم تأجيل فرض بعض العقوبات الجديدة كانت متوقعة على فاغنر حتى لا تبدو أنها منحازة لأي طرف من روسيا. هذا الخبر يعني في أي سياق يمكن أن نقرأه؟ بالفعل الولايات المتحدة تريد أن تضع الأمر في موضعه، بمعنى أنها لا تريد أن تدخل على خط هذه الأزمة أو الصراع ما بين فاغنر وما بين بوتين حتى لا تصور نفسها أنها تريد إسقاط بوتين أو تساعد على إسقاط نظام بوتين. هي لا تريد أن ينظر إليها العالم بهذا الشكل، هي تريد فقط إذا كان هناك فرصة بالفعل يمكن استغلالها فهذه الفرصة يجب أن تستغل لصالح أوكرانيا، لصالح الحرب الأوكرانية ولصالح القوات الأوكرانية حتى تستطيع إخراج القوات الروسية من أراضيها، ولكنها لا تريد أن تدخل في تفاصيل هذا الصراع
وتفاصيل هذا الخلاف ما بين فاغنر وما بين بوتين، ولذلك أجلت كل الخطوات حتى تتضح الصورة أكثر خلال الفترة المقبلة. هو كما أشرت رامي في نقطة مهمة، أنه الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية التي تواصل مع رئيس بايدن اليوم يعني كلهم يعني بشكل أو بآخر يتحدثون عن فكرة دعم أوكرانيا، الخط واحد، الرسالة واحدة متصلة، نحن ما زلنا في على عهدنا بالدعم اللانهائي لأوكرانيا، بمعنى أنه لا يحولون النظر يعني نهائيا إلى الداخل الروسي. طبعا هم مهتمون بطبيعة الحال، لكن الهم الأكبر ما زال أوكرانيا، أليس ذلك صحيحا؟ بالضبط ياسر، هذا هو ما قصدته بالفعل، وهذا هو ما ترمي إليه دائما الإدارة الأمريكية بالمشاركة مع حلفائها. لا تريد أن تدخل أو تتدخل في شأن داخلي روسي، لا تريد أن يصورها العالم على أنها تسعى لإسقاط نظام بوتين، حتى لا يستخدم بوتين ذلك أيضا كذريعة، حتى لا يستطيع أن يجمع حلفائه حوله ويقول لهم انظروا واشنطن تريد إسقاطي، واشنطن مشكلتها معي. لا، مشكلة واشنطن في الحقيقة أو ما تريد واشنطن أن تعلنه للعالم أن مشكلتها هي أن هناك دولة قامت بين قوسين بعدوان على دولة أخرى، وهي تحاول أن تدافع عن هذه الدولة الحليفة وأن تمنح هذه الدولة الحليفة فرصة للدفاع عن نفسها، والمقصود هنا أوكرانيا. فبؤرة هذا الصراع بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين هي أوكرانيا، وتريد دائما أن يبقى الأمر كذلك، وأن هذا الدعم لأوكرانيا مستمر وسيستمر مهما تغيرت الظروف. شكرا جزيلا من واشنطن رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية لكل هذه الإضاءات. إذا مشاهدينا الكرام انتهت هذه المتابعة حتى اللحظة، لكن على رأس الساعة القادمة ساعة إخبارية مفصلة، بطبيعة الحال سيكون المشهد الروسي على رأس الأولويات في هذه المتابعة الإخبارية. أشكر حضراتكم حسن المتابعة، في أمان الله، تقبلوا تحياتي محدثكم ياسر رشدي، في أمان الله.